Sedang Al-Kahf ayat terakhir ya. Ayat 29 sampai 35. Wa idza sarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Wah, mulai ngantuk ini. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa... Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yukhrijukum wa yukh... wa yukh... wa yukh... يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله وليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم.